اسكندر دوزيام فيكتوار كونسيكوتيف يعني خاصه بعد الخيبه نتاع تشامبيونزليغ غادي تخلي الترجي يشد الثنيه للمنافسه على اللقب من جديد. مازال الثنيه في سومان كورنو شامبيونات في تقريبا 25 ماتش اخرين دونك ما يعني شيء هذا صحيح على المستوى النفساني مهم جدا الانتصار هذا يرجع الثقه في اللاعبيه لكن كيما نقولوا روبلوت ست جيران من التو هذيك ليكيب تري موتيفي باش تربح شوف كوما المونتاج ابارامون ولا دي سوبيس بان توزر كابس دونك شيء ما هو اليوم انتصار يعطي نفس معنوي كبير للاعبيه يعطي روح جديده ان شاء الله غادي نكملوا المستوى هذا. شفنا يعني سكندر استعمل زوز لاعبين اصحاب ثم تعديل نوعا ما في التشكيله باشراكه ابن مشيك يعني كارولير يعني ثم تعديلات في الفورماسيون نقولوا قاعد سكندر قاعد يلوج على فورماسيون تيب جديده شيما تكتيك جديد تيب للاسبيرانس قاعد يلوج على لاعبين هجوميه اكثر في الفريق تاعه شفت كمان ايهاب بن مشيك لاعب محوري تاع الهجوم يلعب ثاني شويه اليوم كارولير فور كيف كيف كان يلعب في الكولوار رجع ثاني اليوم باش نلقاو الاليات كل فريق يهاجم كل فريق يدافع ما ثماش هذه راس حربه راس حربه بالعكس تنجم تلعب بلاصه برشلونه تلعب بلاصه راس حربه وتسجل الاهداف دونك الترجي قاعد يلوج في الفريق ان شاء الله لقينا الامكانيات تاعنا على مستوى الهجوم سجلنا 5 اهداف ولا نسجل اكثر ان شاء الله في القادم اليوم خليش امام موجود هيك قائد فريق كان معز بن شرفيه اسباب تغيير قائد الفريق مع اسكر عندك فكره في اسكندر انت اختيار ما عندك انت والله السؤال هذا ما نجمش نجاوب عليه يعني بالتفاهم وبالتراضي معناها علاش لا معناها معز بن شرفيه معناها لاعب منتخب اساسي يا خو يعني كان قرارك هو ولا كان قرار شكون؟ كان قرارك انت كإدارة فنية دعم قرارك اوكي شوف معناتها شوف قولك معناتها شوف مضمون تاع الجمهوريات الناس كل حد في قلوبها كنت ربي عقد العزم معناتها باش نسامحوا احنا كنت معناتها عطاء سيتي راك تشوف معناتها الناس الكل معناتها تعطي في مضمون كبير ان شاء الله من المقابله هذه المقابله الثانيه نزيدوا نصلحوا احنا مي كيف قلت لك معناتها فما كلمه معناتها فما حتى جوار ما يحبش معناتها يعطي كل 100% في التيران مي نتساوى معناتها جوريت كل معناتها اكد مره اخرى التراجي ديما واقفه وقدره ربي ان شاء الله قدره ربي شنو نوقفوا جماعه الصحيح. اول مره اليوم معسكر شكون اللي معناتها اللي قلت لك معناتها فما ياسر انا اخويا خليل الاخويا معناتها بلغه بلغه الكوره معناتها يولد جماعه نتساوى معناتها ما خرجش خليل جديد هنا ان شاء الله قدرت ربي ان شاء الله مبروك علينا احنا وكيف قلت معناتها ديما يوقف خليل والدراجي سيرتو معناتها اخذ منزل كل يوم يجينا كابتن. الحمد لله لي بريستاسيون من ديبي سيزون واحد يعمل بريستاسيون كيك سوا معناها في الشامبيونا ولا في الشامبيونز ليغ الحمد لله واحد الخدمة والخدمة والانضباط اللي معناها يخدم وكل شيء ربي معناها في الاخر يجازيه الحمد لله اليوم معناها وفقني ربي باش مركيت كيما الماتشات اللي فاتوا ان شاء الله معناها يكون قادم خير ان شاء الله. ما نجموش نمروا من غير ما نحكيو على البوتو الثاني تاعك بونتو قولوا على سلطان ولكن عندك تسمية أخرى مش سيش سميه لازمو تسمية البونتو هذيك كيف فكرت فيها الساعة قبل و... بسيو هي فراكسيون تسيكون صحيح بونتو هذا هو مش ديما يتمكي واحد الحمد لله معنا جيت هكا فكرة يا أخي خليدة ورب وفقني باش إيهاب ثاني ماتش عتاويني تلعب له اليوم ثاني ماتش عتاويني نجموش نطمو بالبدا ماتش كرومبيلا في الكونديسيون تاع التيران لكن اليوم الترجي حسن اوفونسيف اكثر يعني ابار حسين الراجل الباقي كل كانوا اوفونسيف وكانوا معناها سهلوا المهمه اللي ستحقوا النتيجه كانت واضحه 5 اهداف مقابل 0 صحيح معناها لعبنا حسين اكثر على اليمين ولا على اليسار ومريد كبير برشا دو ماتش اخرين مع لعبت كرومبيلا مع ان شاء الله قاعدين نعديو في نشوفهم هذا باهي مشغولين ما كناش الاوتوماتيزم صحيح او فورماسيون جديده كل شيء دوزيام ماتش في كونديسيون تاع التيران كل شيء لقينا رواحنا دونك لو بلوز امبورتون هو نرجعو كونفيونس في ليكيب تاعنا تعرف بعد نكسب الدومي فينال اوتوماتيكمون يلزمنا نرجعو ثقة الجمهور فينا وثقة اللاعبات فينا الحمد لله توا ماشي للمتناول الماتش الجاي ان شاء الله نجيب تروح من بعدي ان شاء الله كتوالي الترجي ديما معتادين عليه ديما تعرفوا ما كيفاش اليوم الترجي لقى روحه بعد هزيمه الاتحاد الافريقي اللي سبق في المرتبه الاولى ب 10 نقاط مازال بكري باش نحكيو على شامبيونان ولا نقولوا الترجي يعني شاد الباركور من تو الترجي ديما تلعب على القاب سواء من الاول من الاخر ديما تلعب على القاب دونك اوتوماتيكمون من اول جوله لاخر جوله في المرتبه الاولى ان شاء الله الكروب حاطط مع في قلبه معناها نحب نرجع ثقة الجمهور أول حاجة وثقة العباد اللي ما نزلت علينا شوية في الفترة الأخيرة إن شاء الله ربي معنا إن شاء الله.